الحمد لله رب العالمين. هكذا أيها الأحبة في الله، القرآن العظيم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات 5 أو 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني القرآن معانا، الصلاة يعني يمحو الله بهن الخطايا، يعني كنت صلي الصبح عملت ذنوب من الصبح للظهر وصليت الظهر، ربنا يغفر لك اللي بين الصبح والظهر، وهكذا لحد ما تصلي العشاء وبعد تاني يوم تصلي الصبح، يبقى ما بين، يبقى كل حياتك في طاعة لله. الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هي هي بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. كنت بتصلي العشاء في المسجد، كنت بتصلي الفجر في المسجد، ايه اللي حصل؟ صليهم زي ما هم، داوم مستقيم على الطاعة، وخد ولادك معاك، وزي ما كنت بتنزل انت وعيالك وبناتك وزوجتك وتروح المساجد اعمل كده برضه. ما تقوليش بقى رمضان خلص باللي فيه ودخلنا بقى على المعرفش ايه، ده الناس زعلت لما صمنا يوم 30 لما تصام الناس زعلت، لان خلاص كل الدولة والدنيا كلها عاملة ان رمضان ده 29 يوم، ونسينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عمالنا مشينا بمزاجنا احنا، مشينا بكيفنا احنا، هنرجع للجهل تاني. الناس زعلت يا عم، وفي ناس فطرت للاسف، في ناس جهله فطروا للاسف الشديد، واتضح ان احنا صح وبلد الحرمين هي اللي غلط، وهم اللي فطروا غلط وكفر عن اللي عملوه، عن كل واحد 60، يعني سبحان الله العظيم مش هيقدر يصوموا 60 يوم، اطعام 60 مسكين عن كل واحد فطر في السعودية وفي البلاد دي، واحنا اللي كنا صح وهم اللي كانوا غلط. والناس عندنا طبعا عشان خاطر خلاص كل النتائج والدنيا والدولة والاجازات والعجل. قال لك كله اجازة، كله خلاص بقى الدنيا خربت خلاص، في يوم هيصام زيادة ده ما ينفعش. ما بيجينا نتحدى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجينا نتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاتموا رمضان 30. طب ما شافوش الهلال يبقى نكمل 30. لا نكمل ازاي 30؟ هي كده جت فلك وجت وزعلت ناس كتيره قوي، بتزعلوا انكم داخلين في طاعه مع ربنا؟ بتزعلوا ان ربنا عاوزكم تقعدوا يوم معاه 24 ساعة ما نعرفش هنعيش تاني لما نقضيها تاني ولا مش هنعمل؟ يا أخي سبحان الله، سبحانك يا رب، وتقضى اليوم وتمام التمام وفرحنا بالعيد، يعني سبحان الله. فاحنا عاوزين يا أخوانا زي رمضان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. عاوزين ندخل تحت طائفة الآيات الكريمة دي ونستقيم على قد ما نقدر. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوه. فاحنا عاوزين كلنا نرجع لربنا تاني، أهو يومين عدوا للأسف الشديد نسينا كل اللي كان في رمضان، نسينا كل العبادة بتاعت رمضان في يومين، أمال باقي السنة نعيش إزاي؟ لازم كل واحد يقف مع نفسه وقف النهاردة، لازم كل واحد يحاسب نفسه النهاردة، لازم كل واحد يقول ايه اللي بيحصل وايه اللي حصل لي وايه ايه الحكايه بالظبط، انا ماشي صح ولا غلط، عيالي هيبقوا ايه من بعديه. لازم يا اخوانا كل واحد يبص لنفسه والبيت وعياله ويحاسب نفسه ويخلي ربنا رقيب عليه. ادي يومين عدوا، كل اللي عملناه في رمضان نسيناه، مش عارفين امال اللي جاي هيبقى ايه. نسال المولى جل في علاه ان يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وقض عنا ديوننا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وارضنا وسمائنا ومصرنا يا رب العالمين، واكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر.